يا جماعة النملة إيش قد ضعيفة ومع هيك يجيها رزقة ولو كانت بباطن الأرض وسمكة صغيرة يجيها رزقة ولو كانت بقاع المحيط والعصفور إيش ضعيف قدام النسر ومع هيك يجي رزقه لأنه الله اللي يرزق قال الله وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها وما في نفس تموت إلا لما تستوفي الرزق تبعها لأن الرزق مكتوب قبل ما تولد بس هذا مو معناته أنه أنت تقعد وما تشتغل أصلا ما في أفضل من لما انت تاكل من تعبك، قال النبي في البخاري: ما اكل احد طعاما قط خيرا من ان ياكل من عمل يده، احسن ما تسال الناس يا اخي، والنبي في صحيح البخاري قال: لان ياخذ احدكم حبله فيحتطب على ظهره خير من ان يسال الناس اعطوه او منعوه، وموسى اشتغل سنين راعي بس مشان يعف نفسه، والنبي قال في صحيح مسلم: كان زكريا نجارا. والنبي في البخاري قال وإن نبي الله داود كان يأكل من عمل يده الأنبياء كلهم كانوا يشتغلوا حتى سيد الخلق محمد قال النبي في البخاري ما بعث الله نبيا إلا راعي غنم يا أخي امشي واسعى في الأرض واشتغل قال الله فامشوا في مناكبها قال الله فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله يعني شب طول عرض قاع بدون شغل وياخذ مصروفه من اهله شو بتسميه هاد في احد الصالحين شاف شاب ما عم يشتغل فسألوا ليش ما عم تشتغل قال لانه شفت بومة عمية يجيها رزقة من بومة فتحة قال له وليش لا تكون مثل البومة العمية فلا تكون بومة عمية واسعي في طلب الرزق اسعى يا اخي